يا صباح الحلويات على احلى بنات في الدنيا كلها، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات للفيديو ده. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده وفيديو جديد ويوم جديد، والنهارده حلقتي وصفه اتمنى تكون ضيفه خفيفه على قلوبكم، تستمتعوا معايا بوصفه النهارده. يلا نبدا حلقتنا ونشوف طريقتنا. لايك للفيديو اماريه، واللي لسه مش مهوراني بيشترك في القناه، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد ومفيد. ويلا نبدا طريقتنا ومكوناتنا وطريقه التحضير. اول حاجه ميه بتغلي، حطيت فيها طماطم وجزر وبصل، حبهان، ورق لورا، كوبيبه صيني. دي المكونات اللي بحطها في سلق لحمه، سلق فراخ، وكلي احلى اكله ممكن تاكليها. على فكره المكونات دي كمان بتحطيها لو بتسلقي فشه والطحال بتبقى تحفه. حطيت هنا فلفل ابيض علشان ما يغمقش معايا الوصفه بتاعتي، المفروض فلفل صحيح، انا ما عنديش غير كوبيبه صيني. وحطيت هنا الملح بتاعي. ايوه النهارده هنعمل مخ بانيه بطريقه سهله جدا وبسيطه. شفنا شكله في الاول كان عامل ازاي، تحسوا ان هو بانيه، تحسوا ان هو بفتيك لحمه. بصوا حاجه كده تحفه، من الحاجات اللي انا بعشقها وبميل ليها جدا، وبستنى كل سنه وانتم طيبين الضحيه علشان اجيب مخين. المخ من الحاجات اللي بالنسبه لي عشق، انا بعشقها جنب طحينه جنب خيار مخلل. النهارده طبعا لان عندي بقى اكل الولاد قدمته مع خيار مخلل، ما عملتش فيه اي حاجه. ويا سلام بقى لما تجيبي فينو وجرجير وتاكليه، بيبقى خطير. المهم مده السوا بتاعته اوعي تتعدي ال7 دقايق، مش اكتر من كده. طلعت البانيه بتاعي او المخ بتاعي، انا بسميه مخ بانيه، انا بحبه. بصوا انا لو قعدت اتكلم في عشق البانيه دوت مش هخلص. المهم لكن الأمانة أنا بعد ما عملتهم جالي ضيوف على غفلة، وكان عندي بواقي أكل وكده، وعملنا واحد بس. التاني ده شلته في الفريزر لمدة أسبوع وطلعته. طلعته هعمله بالطريقة دي، امشي بالتركات اللي أنا بقولك عليها تاكلي أحلى مخ بانيه. بصي بقى هنا الطبق فيه بيضاية وملح وفلفل أسود، وطبق فيه دقيق من غير أي بهارات، والطبق التالت فيه بقسماط. والمقطع دوت اتقطع مني، البقسماط انا تبلتها بايه؟ ملح، فلفل اسود، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، مش اكتر من كده. وهقلب كل المكونات بتاعت البقسماط بالتتبيله دي مع بعضيها وبالراحه. بصوا انا بتعامل مع المخ ازاي؟ بالراحه خالص، لان هو اصلا طري. حتى وانت بتحطيه في البيض وبتنقليه للبقسماط بتحسيه بالزفلط منك، ناعم قوي. فمحتاج معامله كده زي ما قلت لكم قبل كده في كذا حلقه عملنا فيها البانيه او المخ البانيه. قلت لكم فيها ان احنا بنتعامل مع المخ معامله البيبيهات، بالراحه واحنا بننزله الميه، بالراحه واحنا بنجيبه بالمغرفه وكده. هنا حسيت ان البيضايه قليله فحطيت بيضايه تاني ورجتهم، وابتديت بقى ان انا ارك كده اهو زي ما احنا شايفين. ومجهزه البوتاجاز بتاعي، حاطه فيه طاسه فيها زيت غزير، وابتديت هنا بقى اجهز مكوناتي لغايه ما الزيت بتاعي يسخن. عاوزاه على نار هاديه. سبب انك بتاكلي بانيه مخ وتلاقيه مزفر او ني من جوه، ان النار بتاعتك بتبقى عاليه على الطاسه، فبتلاقيه خد لون من بره وني وزفر من جوه. كل ما تهدي النار على البانيه كل ما هتاكلي حاجه مستويه ومظبوطه بالظبط، متبله طعمها حلو جدا. مش بحط توم خالص، اي وصفه فيها توم ما برجحهاش خالص للبانيه. بصوا بقى خدت من الدقيق على البيض على البقسماط وبكبس بايدي زي ما هتشوفوا. هعمل معاكم واحده واتنين وتلاته علشان تشوفوا الطريقه عامله ازاي. هنا بس الطبق بتاع اللي هطلع عليه المخ ابتديت ان انا ارش شويه بقسماط، علشان المخ من الحاجات، المخ البانيه البفتيك من الحاجات اللي لما بتضغطي عليها في البقسماط وتركنيها على جنب على ما تخلصي كميه بتعرق وبتشرب البقسماط. ده وضع طبيعي على فكره عند كل الدنيا. المهم بقى فانا حطيت في الطبق بقسماط، وهبتدي ان انا احط على الوش لغايه ما اخلص الكميه اللي انا عاوزه اعملها. انا عاوزه اعمل كميه على ما الزيت يتقدح او يسخن شويه معايا، اخد الكميه كلها واروح احطها مره واحده عشان تاخد لون واحد زي ما احنا شايفين كده اهوت. بصوا بكبس جامد، بكبس اغلفها تغليفه كويسه واتاكد ان هي اتشعبت في المخيه. هعمل كل الكميه بنفس الطريقه، وتعالوا بقى نروح على الطاسه ونشوف الخطوه اللي بعد كده. علشان كل المخ بتاعك ياخد لون واحد، كل ما تحس ان الطاسه بتاعتك فيها شوائب او فيها بواقي بقسماط، امسكي مصفه عينيها صغيره كده اهوت وشيلي الشوائب اللي على الوش دي، هتلاقي كل البانيه بتاعك، كل البفتيك، كل المخ بتاعك بياخد لون واحد. الفترة دي بحاول بقدر الإمكان أوصل لكم وصفات أكتر من روتينات. مش عارفة المحتوى كده نايل رضاكم وعاجبكم ولا إيه، أنا مستنية رأيكم في كومنتات، واكتبولي في كومنتات لو ليكوا تريكات
في طريقة المخ البني اكتبولي وهجرب طريقكم وهرجع اعرض عليكم الفيديو بطريقة اللي انت يعني اللي هتكتب لي طريقة هرجع اعملها واكتب لكم في كومنتات او اكتب لكم في فيديو لوحدي احط لكم مقطع وسط روتين او اعمل لكم حلقة بيها اذا كان عجبني ولا لا. وانت برضك لو جربت طريقتي وعجبتك ارجعي الفيديو تاني هنا اكتبي لي كومنت حلو ازيك يا أمرايا علشان تشجعي غيرك يجرب الوصفة، انتوا فاهمين قصدي؟ واكتبوا لي في كومنتات بتحبوا المخ زيي ولا لا، وايه اكتر اكلة من اكلات المذبح انتوا بتحبوه. على فكره انا بحب المخ، بحب اللسان، بحب الطحال، بحب الفشه، بحب الحاجات دي قوي، لكن ما بحبش ابدا لا الكوارع ولا لحمه الراس. فاكتبوا لي في كومنتات انتوا بتحبوا ايه. المهم خلصت كل الكميه بتاعتي وده شكلها من قريب، هقرب لكم التصوير عشان تشوفوها. وتعالوا بقى طاسه فيها زيت غزير زي ما قلت لكم، وابتديت ان انا انزل بالمخ بتاعي بالمنظر ده. يا جماعه ده مش مخ، ده عظمه، ده 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 حاجه، ده حاجه كده احلى من الجاتوه. انا بحب المخ جدا. الناس بقى بتوع يعي وياي والكلام دوت يمتنعون ويركنوا على جنب ويخرجوا من الفيديو خالص. يعني الناس اللي ما بتحبش المخ دي بجد بجد انت ما عملتوش بطريقه صح، فعشان كده انت ما حبيتهوش. جربي طريقتي وارجعي لي في كومنتات تاني قولي رايك فيها. طبق فيه منديل مطبخ، وابتديت ان انا بصوا انا مطلعه المخ الوش زي الظهر اللون متوحد، هطلعه كده بصوا بقى وروح قلباه كده عشان شكل الريمه دي طبعا من البيض اللي احنا حاطينه في الخلطه، فعامل فوم كده. بصوا ببتدي اقلبها عشان كلها تتشرب من المنديل ويطلع لي صافي. تعالوا بقى نجيب بعد ما خلصنا كده وحطينا القطعتين الفاضلين، انا عملت نص البانيه علشان خاطر لما بيقعد بيبقى طعمه مش حلو، فانا عملته على مرتين. مفيش حد عندي في البيت على فكره بياكله غير انا وبابا الولاد بس كده. بواقي الاكل اللي عندي، عندي عدس وبطاطس محمره، فحطيت للولاد عدس وبطاطس، وانا حطيت انا وبابا الولاد المخ. دي الكميه اللي انا عملتها، واديها تاني قعد لتاني يوم عملته في الغدا. شكله جميل جدا، القوام بتاعه مظبوط، ما تعملهوش سميك علشان يستوي معاكي ويبقى طعمه حلو وما يبقاش ني من جوه وزفر. جرنشي بقى الطبق بتاعي، قدمي اكل لاولادك بشكل حلو. لازم ولادك يحسوا ان ماما بتعمل اكل ليهم هم مخصوص، مش شرط تيجي ضيوف عشان تحطي الاكل بطريقه حلوه. بصوا شويه حاجات وتفاصيل صغيره بتفرق مع ولادك وتحسسهم ان انت مهتميه بيهم. ولادك على فكره بكره يكبروا ويعرفوا ان ماما ما بتهتمش بالاكل غير للضيوف. لا لازم تبقى مبدئك في المطبخ انك بتجرنشي الاكل وتحط الاكل بشكل حلو. الاهم من الاكل ضبط الشكل بتاع الاكل، العين بتاكل قبل البق. طول ما انت حاطه الاكل بشكل حلو الولاد ايديهم غصب عنهم هتمد عليها ويدوقوها، لان الاكل هيبقى فاتح نفسهم، انتوا فاهمين قصدي. بس كده دي كانت حلقه النهارده ومكوناتي. لو وصلت معايا لغايه هنا يا رب تكون الحلقه بسيطه بالنسبه لك والمكونات سهله وبسيطه عليكي، وتجربيها وترجعي لي تاني في كومنتات. لو لسه ما حطيتيش اللايك ما تخرجيش من الفيديو لما تحطي اللايك عشان تعلي مستوى الفيديو بتاعي وتوصليه لاكبر عدد على اليوتيوب. ولو لسه مش منوراني بشترك في القناه، اشتركي في القناه وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد ومفيد. تصبحوا على الف خير.